تاع الفوز، لعبنا مع البنين كان في المستوى، لعبنا مع بوركينا فاسو اللي لعبنا مع اليوم في مقابله وديه في تشاكر وين سجل هدف ربحنا بثلاثيه. ثلاث مباريات كان في المستوى حقيقه من عندنا ما نقولوا فيه. اليوم حقيقه اليوم وين شفنا طايدير خارج الفورما والتي كان يتم تبعها في المباريات الاخيره، اليوم مانيش عارف طايدير واش كان بالك اليوم عامل الحراره اللي نركز عليه او العالم الظروف تاعنا نعم ظروف صعبه اللي اثرت على هذا اللعب اللي شفناه في بعض الاحيان يمشي. انا كنت نركز على اللاعبين في بعض الاحيان شفت اللاعبين تاعنا يمشوا لان هنا عامل لالتيتود ياثر على مستوى الاسترجاع استدين لا ريكوبيراسيون لالتيتود فيها لو مونك دوكسيجيناسيون. هنايا اللاعب ما يخليش يسترجع القوه تاعه باش يعاود يمد، هنايا هذا تاثير كبير على جانب اللاعبين الجزائريين وبالاخص في ادغال افريقيا وين تكون درجه الحراره مرتفعه الى 35 فما فوق زياده على الرطوبه وعالم الالتيتود ارتفاع فوق سطح البحر. ياسين كانت هناك يعني نوعا ما تخوف كبير من عامل الرطوبه وعامل الحراره للمنتخب الوطني، هل ترى انت كمتابع يعني انه اثر كثير على اللاعبين الجزائريين خلال متابعتك؟ انا اعتقد انهم اثروا كثير. لماذا؟ لو نحكموا سيناريو المباراه نشوفوا انه الضغط تاع المنتخب الوطني وقتاش كان الضغط تاع المنتخب الوطني والسيطره تاعه كان مع بدايه المرحله الاولى وحتى مع بدايه المرحله الثانيه. يعني بداية المرحلة الأولى كانت اللاعبين في لياقة عالية ثم بدأت تنخفض بسبب الحرارة والرطوبة، ثم لما دخلوا ما بين شوطين إلى غرف تغيير الملابس شفنا الانطلاقة الحقيقية تاعهم قبل ما يتراجعوا. أكيد أن الرطوبة والحرارة والضيوفنا الكرام وما يعرفوا أفضل مني لعبوا على الصعيد الإفريقي أنه عنده تأثير، خاصة أنك تتكلم على لاعبين اغلبيتهم ينشطوا في البطولات الاوروبيه في مناخ مختلف تماما عن المناخ على الصعيد القاري. شفنا انه كان عندها تاثير جد كبير الرطوبه والحراره، خاصه انه لو ما كانش متوفر هذان العاملين شفنا انه الاداء راح يكون احسن بكثير، خاصه كما قلنا انه السيناريو كان واضح. بدايه المرحله الاولى نصف الساعه الاولى سيطره مطلقه للمنتخب الوطني، ثم شفنا حتى اللقطات لو يكون هنا هناك صور نشوفوا حتى بعد 30 دقيقه نشوفوا انه بالكلام سليماني كما قال عبد القادر سليماني تلمساني يعني ظهر عليهم العايا. اكيد انه الظروف المناخيه انا راني موافقك اول مره في هذه انا موافق يعني مصطفى كويسي هذه اكيد تهضر مصطفى كويسي منطق نهضر معك نعم وقتاش ما تحسوش على هذه العوامل الرطوبه والحراره وخاصه انه احنا المنتخب الجزائري ولا شمال افريقيا يعني يلعبوا في افريقيا وقتاش ما نبداوش نتحدثوا على هذه الحراره والرطوبه. هذه كان نقطه حكيم نقطه انا نقول لك اللاعبين الافريقيين تقدر تقول الكل رغم اللي يعني اللي تاقلموا يعني في افريقيا ثم راحوا كما نقدر نقول اللاعبين تاع البيركينا هما بداوا يعني في الاخرى ومن بعد راحوا يلعبوا في الفرق. شوف الفارق اللي بيننا وبينهم هما عندما يرجعوا يتاقلموا يعني رابيدمون يتاقلموا يعاودوا يرجعوا للعاده تاعهم يعني للفوتبول تاعهم. نشوفوا يعني تبع لو كان تشوف هذو اللاعبين اللي لعبوا اليوم اللي ذكرنا يعني الاسماء تاع بيركينا ما يلعبوش لعب نفس هذا اللعب اللي يلعبوه في فرنسا او في يعني في الفرق هذا عندهم يعني افضليه في هذه مقارنه باللاعبين تاعنا. واللي نقدر نقولها لك دائما كان عندنا مشكل نقدر حتى كي كنا نلعبوا هنا عندنا مشكل. علاش قلت لك اول مره راح نتوافق معاه نبداو تقدر يعني تبدا ولكن مع مرور الوقت اللعاب يبدا ينقص تنقص ولا براف هاو اليوم راك عطيت مثال لاول مره قلت لك راني معك. نعم خالد كيماش كانت في الدقيقه 39 كان هناك يقال انه ليس لانه هناك لقطه ضربه الجزاء بالنسبه لسفيان فاول 39 لو نعاودوا نشوفوها وتفضلوا يعني بامكانكم انه تدخلوا في الدقيقه 39 اذا كان ممكن على حمزه وفؤاد عرقله فاغولي اذا كان ممكن. نعم هذه اللقطه تفضل خالد. يعني انا بالنسبه لي عاود شفت الاعاده واحد زوج خطرات ولا ثلاث خطرات بالنسبه لي ما فيش ضربه جزاء ولا ما فيش ضربه ولاش ما فيش ضربه جزاء باسكو فغولي سادير الى روطاردي ان تي بو سا كورس روطاردا شويه لا كورس تاعو بور كيلي هذاك لو كونتاكت مع الجوار. هاك شوف روطاردا ان تي بو لا كورس وشغل هو يروح للجوار بور كيلي هذاك لو كونتاكت باش يطيح. جو بونس كو هنايا الحكم
شوف هنا يريطارد ان تي بي لا كورس هو كي فا او كونتاكت سي با لو جو يعني ما فيش ضربه جزاء ما فيش ضربه جزاء انا بقول لك المساني ولكن الاعاده الان انا نوافق دقيمش زميل نوافق نعم. 100% لان كنت قريب للقطه وشاهدتها نعم. تمرات في الاعاده هنايا نقولوا بلي سليمان فيغولي نجا من ورقه نعم. لا كارتون هنا دار ستيميلاسيون خاصة أن عنده هنايا تمويه تمويه ولكن الحاكم كان أقرب منها كون كان خطأ متعمد كان بإمكان الحاكم يصفر ضربة جزاء نعم ولهذا الحاكم كما نقول لك ما نجمش يصفر ضربة جزاء لأن فيغولي اعتمد الخطأ هنايا انعكس سلبا على اللاعب تاعنا آيسي ما نتفقش معاهم تماما على الاعتبار أنه تقدير الحاكم كان قادر يعني ضربة جزاء لأنه ما يتلقاش بطاقه صفراء عبد القادر التلمساني لانه كان هناك يعني احتكاك ما بين المدافع فغولي سواء فغولي تعمد انه يدير روطار او ما تعمدش هذا تقدير الحاكم ممكن يقدر يعلنها ضربه جزاء ممكن ما يقدرش يعلنها ضربه جزاء لكن انك نصوره انه كانه فغولي سقط لي وحده لا كان احتكاك لو تعاود نشوفوا الصور مع حمزه شوفوا الصور انه كان هناك احتكاك ما بين فغولي والمدافع لهذا قلت لك خالد كيماش انه تقدير الحاكم تقدير الحاكم ممكن يعلنها ممكن ما يعلنها اعتقدت لمساني يعني اما ان الحكم يعلن ركله جزاء واما يمنح بطاقه للفغولي يعني لهذا ولا هذا حكيم نكونوا موضوعيين نعم شاهدنا المباراه نعم. شاهدنا لا ريبيسيون 3 اكثر اذا فيه تمويه سعد قتلت المساني فيه تمويه لان فغولي يمكن ان يمنحه ضربه بطاقه صفراء يعني اسمح لي حكيم فغولي الى كوبي لا تراجي كور دو بالون سي لوي كي ا بروفوكي المدافع سي لوي كي ا بروفيكو لا فوت لا بروف شفنا المدافع لكن هذا هو دور المهاجم تاكو شفنا اسمح لي ياسين وشفنا المدافع تاع وين سقط ورفع يديه رفع يديه للسماء لكن وبغض النظر اسمح لي ياسين نعم نعم. الحكم كان قريب من اللقطه كان بامكانه يصفر ضربه جزاء لكن هذا هو ذكاء المهاجم عبد القادر التلمساني ذكاء المهاجم انك تبروفوكي المدافع ولكن هنايا في غولي نوعا ما زاد بالغ في في في, في, في السقوط نتاعه اسمح لي عبد القادر بصح ياسين لو كان تتبعوا الكلام ديالك تقول المهاجم هذه الخدمه تاعو دونك نيمبورت كيل اتاكون اللي يروح يصدم في الديفونسور كاين كونتاكت اوتوماتيكمون اتاكون يطيح دونك يا بينالتي نو خالد اذا كان لانتونسيون كان لانتونسيون حركه الجزاء او بطاقه صفراء لا بصح يافي كونتاكت سي فري ياسين عنده الحق يافي كونتاكت بصح هذاك لو كونتاكت الى ايتي بروفوكي بار فيغولي ماشي بار لو ديفونسور اذا كل ديفونسور حبس لكن كان الحكام ممكن يقدروا انها ضربه جزاء نضيف حاجه فيما يخص ضربه جزاء انا كنسيتو حاجه شفتوا اللقطه وين كانت اكثرها من جهه اليمنى شكون اللي كان يقدر يعني لو كانت ضربه جزاء شكون اللي كان يقدر يساهم ويزيد يقول ضربه جزاء شكون مساعد مساعد عندما المساعد ياسين هادي باش نقولها حنا نشوفوها مصطفى في الوقت ما عنديش باش نقول لك بلي ما كانش ضربه جزاء انا راني باش نقول لك بلي لو كان ضربه جزاء حقيقيه وانا نشاطرهم كان حتى الاربيت دو توش كان اقرب لان لو شفتوا الحاكم الرئيسي كان شويه اللي تي ان بو جيني كان دارير كنا نعاودوا نشوفوا اللقطه حتى الاربيت كان مجيني دونك لو كانت نظن كانت صعب حكم الكاس هو اللي كان من الصعب كان يقدر يصفرها كوم كان لكن يقدر لكن يصفرها. لكن الكلام